سامعني؟ ما بقول ايوه تمام. طب اتفضل انت وديك صوت الجمهور، اتفضل انت اهو. عدنا إلى اللحظة المنتظرة، تدويك الزمالك بالدرع رقم 14 في تاريخه. هذا هو الزمالك، هذا هو الزمالك بشبابه، بعنفوانه، بكبريائه، بتاريخه. لم نعرفه سوى زمالك الإصرار، زمالك العزيمة، زمالك الوفاء، زمالك الحب، زمالك الماضي الجميل، زمالك التاريخ، زمالك الحاضر السعيد، زمالك العراقة والمجد. في الأزمات تظهر أصالته، وفي المحن تظهر شخصيته، في الصعاب تجد هويته. لا يرضى إلا بالتحدي، لا تولد بطولة إلا ومجد، ولا تولد هذه البطولة والمجد إلا من رحم المعاناة. في موسم لم تتوفر فيه أي معطيات للنجاح، حول الزمالك الإنجاز إلى إعجاز. وقف القيد، رحيل اللاعبين، رحيل المدربين، وبقي الجمهور وبقي الزمالك. وفي حضرة المستشار الزمالك منصور، في حضرة المستشار الزمالك منصور. رحل المدربين، وكما أقول رحل المدربين ورحل اللاعبين، وتم إيقاف القيد، ولكن بقي الجمهور ليبقى الزمالك شامخا راسخا معلما مشرقا، وسيذكروه إذا جد جدهم. وفي الليلة الظلماء ظهر جده البروف جيسوالدو فريرا، جده أنا، الذي قالها متحديا: سنرى في النهاية من المتصدر. تصدر وتألق وتعملق، وبالجمهور وبالأوفياء وبالزعماء وبمدرج لا يغيب عن الفريق. كتبت قبل ذلك في الأهرام الرياضي، العنوان كان: عفوا هذا زمن الزمالك. وبالفعل عفوا هذا درع الزمالك. الزمالك يحافظ على لقبه، الزمالك يستمر في ملحمته، الزمالك يستمر في كتابة تاريخه. هنا في حضرة السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي حضرة الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية. عمل كان رائع، وإنجاز كان رائع، وبطولة كانت استثنائية ليظهر البطل الاستثنائي. في العام الماضي غابت إدارة مرتضى منصور، ولكن في هذا العام حافظوا على المكتسبات وحققوا واحد من أصعب الدوريات في تاريخ نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك ولإدارة نادي الزمالك، للمستشار مرتضى منصور، لأحمد مرتضى منصور، لأمير مرتضى منصور، لأعضاء مجلس الإدارة، لخالد لطيف، للواء علاء مقلد، للمستشار أحمد جلال إبراهيم، لكل أعضاء مجلس الإدارة، للكابتن جمال عبد الحميد. مبروك لكل لاعبين. ودائما وابدا ما تكتب الملاحم دائما وابدا ما تكتب الملاحم وما تكتب الانجازات بالجمهور، وهذا الجمهور هو الرقم الصعب، هذا الجمهور الذي يحتاج الى اكثر تقدير، هذا الجمهور الذي اذا استمع له الجميع صرخ وقال: انا من اقف في ظهر الزمالك، انا قوسه، انا فارسه، انا سهامه، انا الزمالك. هناك في ميت عقبه في معهد مدرسه الفن والهندسه كان البطل هو الزمالك. المستشار يعانق البروف، قال له: مبروك بالعربي، جده انا جيسوالدو فريرا بمساعدي الكابتن أسامة نبيه والكابتن أحمد عبد المقصود، الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، باقي أعضاء الجهاز الفني، الجندي المجهول الطبيب النبيل، الطبيب الإنساني الدكتور محمد أسامة، كل عناصر نادي الزمالك وكل أفراد منظومة نادي الزمالك، لكل اللاعبين ولمن رحل من اللاعبين ولم يكمل الدوري، على رأسهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بقول لهم مبروك. محمد أبو جبل وطارق حامد الوتد، بقول لهم مبروك، حتى وإن غابوا عن الزمالك، حتى وإن لم يكملوا الطريق مع الزمالك، فبالتأكيد مبروك لكل العاملين. كابتن أحمد حسني، نجل حسني عبد الرحيم عليه رحمة الله، أحد الأسماء الزملكاوية التي عملت وقدرت الكثير والكثير لنادي الزمالك، الرجل الذي صنع اسما كبيرا في الإمارات. أحمد حسني شقيق أكرم حسني، تروح البيت بقى يا أحمد وتقول لأكرم يعمل أغنية جده وأنا. وقدمنا أحمد السيد زيزو، الونش المدافع الصلب الذي صال وجال وأجاد وقاتل من أجل أن يحافظ على دفاع الفريق
ومعه أبناء اللي حاضرين هنا في أرضية الملعب. سيد عبد الله اللي غير مركزه السيد جسوالدو فريرا وكان عنصرا أساسيا، رؤى في نقد في بعض الأوقات ولكن في النهاية ظهر معدنه سيف الدين الجزيري أو زي ما سماه الكابتن أيمن يونس الخديوي اللي ظهر وأثبت إنه هو مهاجم من طراز فريد. قدامنا هنا عبد الله جمعة الظهير الأيسر اللي لما كان بيشارك كان بيدي يعني أداء رائع. يوسف أوباما النجم يوسف أوباما، وهنا قدامنا محمد عبد الغني كقلب دفاع تألق، كلاعب وسط ملعب تألق أينما احتاجه الزمالك يجده. ابن الغالي سيف فاروق جعفر نجل الكابتن فاروق جعفر، وإن شاء الله يبقى على خطى والده. أيمن حفني واحد من اللي جلبوا البركة لنادي الزمالك في الموسم الماضي وفي هذا الموسم. محمود علاء المدافع، عمر السعيد المهاجم المميز، وهنا قدامنا إمام عاشور لا يخلو من المناوشات. إمام بص واخد خربوش كده في رقبته في الماتش، إمام عاشور اللي قدم موسم رائع. ويوسف أسامة نبيه النجم الممتاز والنجم الكبير اللي ينتظر مستقبل باهر. محمد طارق وحسام عبد المجيد المدافع الصلب اللي يعني قدمه بشكل رائع في هذا الموسم السيد جسوالدو فريرا. كتبت أيضا في الأهرام الرياضي وكانت عنوانا خالدا، ومن الذي لا يحب الزمالك؟ وبالفعل ومن الذي لا يقدر الزمالك؟ محمد نديم سليل العائلة الزملكاوية المخلصة، أحمد فتوح، إسلام جابر اللي يعني في مراكز كتيرة كان بيحلها، حمزة المثلوثي اللي حاتم بطيشة قال لك خد حقن يعني خد حقنة لهيطة، بالفعل حقنة لهيطة هي اللي غيرت الكثير في أداء حمزة المثلوثي في هذا الموسم، ويعني اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني. أحمد السيد زيزو أحد أهم نجوم الموسم في نادي الزمالك هذا الموسم. أحمد السيد زيزو ما شاء الله عليها بنته أيلة اللي حاضرة هنا في أرضية الملعب معه. محمد عبد الشافي الخلوق، محمد عبد الشافي المحترم، محمد عبد الشافي واحد من أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم المصرية الذي لن ينساه الجميع. حازم إمام اللي حاضر مع أبنائه هنا في أرضية الملعب وبيحيي رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. محمود عبد الرازق شيكابالا الأباتشي اللي متواجد هنا في أرضية الملعب مع آدم، مبروك يا أبو آدم، وأمير مرتضى اللي عمله ظهر للجميع وشغله وأداؤه ظهر للجميع وأثبت بالدليل القاطع بأنه قادم بإذن الله تعالى في عالم الإدارة في كرة القدم. الزمالك بطل الدوري في 100 عقبة، الدوري في 100 عقبة، الدوري في 100 عقبة، ويا درع الدوري 100 عقبة عنوانك، اثبت مكانك. 1000 مليون مبروك لنادي الزمالك، 1000 مليون مبروك لجمهور الزمالك، 1000 مليون مبروك للاعيب الزمالك. احمد جلال ابراهيم الغالي ابن الغالي والشيف حسين وسيادة اللواء علاء مقلد والكل حاضر وسعيد، وكذلك خالد لطيف عضو رابطة الاندية المحترفة مع السيد جسوالدو فيريرا. كرروها وقولوها وغنوها وافرحوا يا زملكاوية وقولوها دايما. محمد يا منصور يا منص، انت وكل الرجال الزملكاوية، انت وفادي ورضا واشرف وحنود، كله كله كل الزملكاوية السعداء، مبروك عليكم الدوري، 1000 مليون مبروك، ومبروك لكل المحبين والعاشقين، لرؤساء الاندية السابقين في نادي الزمالك، لكل الاحباب، والف مليون مبروك. على هذه اللقطة سأختم حديثي، على هذه اللقطة أبارك لجمهور الزمالك، علنا في الأيام القادمة نتذكر الزمالك بكل خير. 1000 مليون مبروك. تحياتي بلال أحمد علام يحييكم، على أمل أن ألقاكم وألاقيكم، وعلى هذه اللقطة الموسم الاستثنائي، الزمالك هو البطل الاستثنائي. قالوها من قبل، عفوا، هذا زمن الزمالك وهو كده الدوري، الزمالك بطل. بعد هذه اللقطات للزميل العزيز سيف زاهر.